هو ازاي السيسي بقى رمز للقوة المصرية في العالم، وازاي خطف الانظار في قمة بريكس، وليه زعماء العالم بيتسابقوا عشان يقعدوا معاه؟ تعالوا نعرف الحكاية من اولها. بانكير، نبض البنوك. أي مصري شاف الرئيس السيسي في قمة بريكس اللي بتستضيفها روسيا من حقه يفخر بالحضور المهيب للرئيس السيسي وسط زعماء العالم. من كان يتخيل أن مصر اللي كانت على وشك الإفلاس والسقوط في دوامة العنف والانتقام بعد أقل من 11 سنة هيشارك زعيمها في صياغة نظام عالمي جديد وإعادة رسم خريطة القوى الاقتصادية الدولية، وإزاي يكون حضوره قوي بالشكل ده؟ تعال نرجع بآلة الزمن كم سنة لورا لما خلصت البلد من كابوس مزعج ومؤامرات، وفي وقت الاقتصاد كان بيقترب فيه من الصفر والخوف مسيطر على الشارع والمواطنين مش عارفين ينزلوا من بيوتهم، وكان هدف نشر الفوضى وهزيمة الجبهة الداخلية، وكمان فتح ثغرات لدخول أطراف خارجية تتحكم في المشهد وتوقع البلد اللي بتحرس كل المنطقة واللي بتحمي كمان العرب، وده كان مخطط للشرق أوسط جديد بيغرق في فوضى وصراع وعنف. في وقت افتكر فيه حلف الشيطان انه خلاص مصر وقعت بين ايديهم وكانت قواتنا المسلحة جاهزة ومتابعة لكل اللي بيحصل، ولما نزل الشعب المعادلة تغيرت ومصر رجعت لأهلها، وبعدها اختار الراجل اللي كان سبب كبير في عودتها انه يبقى رئيس. قبل سيسي ما يوصل قمة بريكس ويكون حديث الإعلام بسبب قوته والزعماء يتكلموا معاه على انه بطل حقق فعلا المستحيل عشان بلده ترجع أقوى من الأول في وقت قياسي ضد قوانين الطبيعة. بعد فرض الاستقرار بدأ السيسي أكبر معركة تنمية في تاريخ مصر الحديث كله، وكانت ضربة البداية من التأسيس الصح للدولة عن طريق بناء بنية أساسية قوية تتحمل أي تطور، وبدأ في وقت واحد على كل القطاعات وآلاف المشروعات اللي أهلت البلد لأي استثمارات مهما كان حجمها. ومع كل ده السيسي منسيش يقوي أدوات القوة للدولة المصرية من قوات مسلحة متطورة وانفتاح ونفوذ في المنطقة اللي حوالينا وتأثير دولي واضح. كل اللي عمله السيسي كان سبب انه مصر ترجع قوة مؤثرة في محطها والعالم، وخلته يفرض اسم وإرادة مصر على الجميع ويرجع الهيبة الطبيعية لأقوى وأكبر دولة في المنطقة، وده كله سبب الحضور الطاغي لزعيم مصر في قمة بريكس ونظرات الإعجاب من رئيس حول بلده من فوضى لقوة الكل يعمل لها حساب، ودلوقتي بيشارك في كتابة التاريخ برسم نظام عالمي جديد. كانت معكم هالة بشتي من بنكير، شكرا لكم. بانكير، نبض البنوك.